أهلا بكم مع حلقة جديدة من الشرق سينما، وحديثنا فيها اليوم عن المخرج البلجيكي باس ديفوس. في هذه الحلقة من الشرق سينما سنتحدث عن عدد من أعمال باس ديفوس، وبالذات فيلمه الأخير هير، أي هنا، الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي الدولي. ولد باس ديفوس في عام 1983 في بلجيكا، درس بمدرسة ليوكا للفنون، أخرج فيلمه القصير الأول برج الثور في عام 2006، وعرض فيلمه الطويل الأول فايوليت لأول مرة في برلينالة عام 2014، واعتبر من أفضل الأفلام التي عرضت في تلك الدورة من المهرجان. وعاد إلى البرلينالة بعد ذلك بخمسة أعوام بفيلمه الطويل الثاني هيل هول، وأنجز بعد ذلك بشهور قليلة غوست تروبيك، وكان فيلم الختام لبرنامج أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2019. في فيلم تروبيك غوست نشاهد يوما، أو بالأحرى ليلة، من حياة السيدة المغاربية خديجة، وهي في 58 من عمرها، وتؤديها سعدية بن طيب. هذه السيدة تعيش في بروكسل، تعمل عاملة تنظيف في مؤسسة من المؤسسات، انتهت من عملها وهي في طريقها للعودة إلى منزلها عبر قطار الأنفاق. خديجة في ذلك اليوم هي أكثر إرهاقاً من الأيام الماضية، ولهذا تغفو في القطار حتى يصل القطار إلى محطته النهائية، فلن تجد أمامها إلا خياراً واحداً لا ثانية له، ذلك الخيار هو العودة إلى المنزل سيراً على الأقدام. خلال مسيرها الهادئ والبطيء إلى المنزل تلتقي خديجة بعدد من كائنات الليل في المدن الكبرى، تستعين بمن تلتقيهم خلال مسيرها في العودة إلى البيت، ولكنها لا تبخل بالمساعدة على من يطلب تلك المساعدة منها. ثمت دائما في أعمال باس ديفوس رحلة ما، وهذا ما يدفعنا لأن نسأل عن أهمية الرحلة في أفلام باس ديفوس. لنستمع إلى المخرج وهو يحدثنا عن هذه النقطة. I've really liked always road movies, for example, just a simple being somewhere with the characters and having the feeling that the narrative floats along. And I think the previous film I made, Ghost Tropic, it was a literal road movie. نعم، الرحلة هي الرحلة، وهناك في فيلمه الأخير أيضا، فيلم هير، رحلة أخرى، أو بالأحرى رحلتان تتداخلان مع بعضهما. عامل البناء الروماني شتافان يستعد للعودة إلى وطنه لقضاء عطلة 4 أسابيع في رومانيا، وهو يتساءل مع ذاته ما إذا لم يحن الوقت بالعودة النهائية إلى بلده. هناك الاستعداد لهذه الرحلة، وشتافان يقوم برحلة أخرى عبر الغابة للوصول إلى منزل صديقه لتناول العشاء معا قبل التمتع بالعطلة. خلال المسير في الغابة من منزله إلى منزل صديقه يلتقي بشابة بلجيكية صينية الأصول، وهي تدرس في الغابة الطحالب التي تنمو في نهايات جذوع الأشجار. رحلة عبر الغابة في لقاء مختلف تماما عن اللقاءات الأخرى التي يمكن أن تصادف إنسانا يعيش في المدينة، غريبان في مدينة واحدة، أو بالأحرى غريبان داخل غابة وارفة خضراء الأشجار، وهناك من يتساءل في داخله، أي شتافان، حول ضرورة العودة إلى وطنه، وشابة تبحث عن اللامرئي في تلك المدينة، الطحالب. تلك الشابة تدرس الدكتوراه ورسالتها هي عن طحالب الغابات. This film started a bit with the same idea, like let's go with Stefan, but it had a different entry point. Like I wanted the road movie to stop. I wanted it to find a moment in which all of a sudden there might still be walking, but there would no longer be journeying, there would be staying in one space, and there would be one moment. And so the title here, it refers to
this sense that the film brings us to, like a moment in which two people really share a specific here and a specific now. So I think there is something in the tempo of walking, in the tempo of moving, that feels very close to, let's say, my tempo or a human tempo. And I think it's reflected often in the pace of the film. في هذا الفيلم كما استمعنا إلى باز ديفوس يروي لنا حكاية أو بالأحرى ميلاد حكاية حب أو قصة حب ما بين غريبين يعيشان في مكان ثالث. هو روماني وهي صينية الأصول كما قلت. لا نعلم ما إذا ولدت قصة حب ما بين هذين الكائنين، لكنهما بالتأكيد علاقة جديدة أو عالم جديد يتناقض بالتمام مع ما ينتشر في أوروبا في هذه السنين الأخيرة من رفض للقادم من مكان آخر، رفض للمهاجرين ورفض للغرباء أو ما يسمون بالغرباء. The idea of migration as being important to me, it just comes from the fact that I live in Brussels and that Brussels is a city that only exists, only can be because of migration. We are probably already a city of minorities. It's one of the most diverse cities in the world with the most languages, and it is a part of our daily life to be constantly negotiating space with different people. People that come from somewhere else but that look exactly like me, like Stefan. And people that grew up in Brussels, even though I didn't, but that look nothing like me, like Leo. It's very interesting but also very attractive to make this core of filmmaking, because it is my reality, it's the reality I live in and I share, but it's also a constant confrontation with the other, and we're trying to understand the other with a shared ground, a common ground, always negotiating this space we both inhabit.